مساء الخير متابعينا متابعي عين مصر، اهلا وسهلا بكم في لايف جديد من داخل محافظة المنيا، وبنتابع مع حضراتكم الان مع فنان مصري. يعني احنا الان في ورشته، فنان مصري بيحول الخردة من الخشب والمخلفات الاخرى لاعمال فنية ومجسمات، وده اللي بيخلي النفايات صديقة للبيئة. بيمتلك إمكانية إعادة تدوير الخردة لمجسمات ضخمة تعبر عن الحضارة المصرية اللي بنعتز طبعا كلنا بها. يعني عمل الكثير من المجسمات زي ما انتوا شايفين معانا، مسجد، كنيسة، نافورة جميلة زي اللي احنا شايفينها النهاردة مع حضراتكم، مركب، حنطور، توك توك، طيارة، كل الحاجات الجميلة دي مصنوعة بصنع ايده، يعني نوع معين من الخشب. هنعرف مع حضراتكم الان ازاي قدر يحول الخردة لمعرض، وقدر يحول كمان بيته لمعرض من المجسمات المبهرة واللي بتخطف العين بمجرد ما نشوفها. هنتابع النهاردة مع حضراتكم وهنتعرف على هوية هذا الفنان العبقري. اولا برحب بحضرتك معنا النهاردة، اهلا وسهلا بيك. عرف الناس بنفسك. انا اسمي عاطف وصفي، مركز درمواس محافظه المنيا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني احنا شايفين مجموعه من الحاجات العبقريه اللي حضرتك عملتها النهارده، ويعني على مدار سنين الحاجات دي معموله على مدار سنين. في حاجات ايوه على مدار سنين. عايزين نعرف القصه بقى، بدات معاك ازاي؟ اول حضرتك بتشتغل اصلا في النجاره؟ لا، انا اساسا كنت سواق، بس الشغلانه دياتي دي هويها، يعني دي هوايه فبدات انمي فيها. فاشتغلت فيها على طول كده وتمام، يعني الدنيا شغال فيها كده، بنمي فيها كل يوم والتاني بديها، بعمل فيها شغل جديد. النافوره الجميله اللي احنا شايفينها دي اتعملت امتى وخدت منك وقت قد ايه؟ النافوره ديت ما كملتش شهر، دي اللي هو ديت معموله. دي لسه معموله؟ دي اول ايوه دي معموله من لها شهر. ففي حاجات تاني معموله قبليها بشجره اكبر من كده، كانت شجره 2 متر. دي معمولة بس دي خدها حد كده يعني اشتراها. يعني الحاجات دي انت ممكن تعملها والناس تشتريها؟ الحاجات دي معمولة من الخردة كلها، من المخلفات الأخرى. هو ما نقدرش نقول من الخردة كلها، لان بص ما فيش حتة خشب عندي انا تترمي ما اسمهاش خردة. دي اسمها كل حاجة ليها شغلها عندي. يعني قطعة الخشب ديتي احنا بنقول عليها قطعة خشب او فضلة، بس فضلة عند مين؟ عند حد تاني، لكن عندي انا ما فيش حاجة اسمها فضلة. فالفضله ديت انا بحولها زي ما انت شايف حضرتك، بحولها شغل. يعني لو انت خدت بالك للمرايه بتاعت التوك توك ده، ما احنا اعتبرها معلش من حته خشب ملهاش لازمه، بس الفكره نفسها. بص حضرتك ده عباره عن توك توك، اي توك توك، مجسم توك توك. بص المرايه ده ممكن ياخد له 3 ايام لحد ما عملته بالشكل ده. ده يعني معمول بدقه شديده يعني. العيل برضو اتحرك تنجيد. ينفع التوك اللي احنا شايفينه ده يبقى لعبه اطفال يعني؟ في ناس بتاخده برضو لعبه اطفال، كانه لعبه اطفال. في ناس بتاخده لعبه اطفال وفي ناس بتقتنيه. ده معمول من الابلكاش. في اي اضافات فيه ولا انت لونته بعد كده؟ ما انا ده كله انا بشطبه بلونه. يعني انت اللي بتعمله وبتلون في نفس الوقت؟ انا اللي بعمله وبلونه. بتشطب شغلك؟ بشطب شغلان. ومن جوه التوك توك ده معمول من ايه؟ ده من تنجيد. جلد تنجيد كلام. وعلى التفاصيل اللي احنا شايفينها دي كلها خد منك 3 ايام بس. طيب تعالى كده ورينا موضوع المسجد والكنيسه اللي احنا شايفينهم، يعني شكلهم مبهر جدا للعين. حضرتك دويتي ده المسجد ده معمول من البلاكاش برضه. تفتح كده تلاقي كمان عندك جوه هنا المنبر موجود، لان انا بحب نعمل التفاصيل. كاننا داخل مسجد حقيقي بالظبط. وعلى فكره المسجد ده ممكن تفكيه قطعه قطعه، يعني ده بتتخلق ودي بتتخلق. لمبه اتحرجت تفوت تغيريها عادي. يعني مش واقف عند مكان يعني. انت حاطط له من جوه انوار حاطط له الانوار زي ما انت شايف حضرتك كده، قافل برضه. ايوه قافل الباب. بالك خد منك وقت قد ايه؟ ده ممكن ياخد له اسبوع. بس يعني ده تفاصيل كتيره قوي يعني. مجهود يعني كبير منك يعني. فكرة مثلا شغل قد ايه في اليوم؟ كام ساعه؟ ممكن اخد لي مثلا 3 ساعات 4 ساعات، لان انا ما بحبش اقف في مكان على شغلانه واحده. بغير شويه عشان اعرف ان انا اجمع افكار. بتجدد يعني؟ جدد يعني ممكن افكار. في اليوم الواحد تشتغل في كذا حاجه. ايوه ممكن في اليوم الواحد يشتغل في اي حاجه تاني. عايزين نشوفه كده من كل الزوايا. حضرتك
ده ممكن يتحط في البيت كنوع من تحفة في البيت للي ديكور. عايزه مثلا، اه ايوه، ينفع في شهر رمضان مثلا. في ناس بتاخده مني في شهر رمضان، وبعمل فوانيس رمضان اساسا ديت برضو يدوي، برضو في ناس بتيجي تاخدها بكتب عليها اسماء برضو الكلام ده كله. بص، كلفك قد ايه؟ كلفك حاجة ولا هو كله من الخردة من لا الأساس؟ هو ده، دي قطعة كبيرة من الخشب، ما ينفعش من الخردة، ده قطعة كبيرة، ده من الابلكاش. قبل كده اه لكن برضو في فضلة مثلا بتفضل منه، هو بتخش في حتة تاني. حاجة تانية، صفحة اه تانية. ايوه، ما انا شغال بكده، اخد الكبير واخد من الكبير، اخد من الصغير، نفس الكلام. دي كنيسة ديات فيل دي، بس يعني احنا عايزين برضو نوضح للناس يعني ان انت جبت المسجد بتفاصيله الدقيقة برغم ان حضرتك قبطي، اه ما انا يعني جبت حتى المنبر من جوه من داخل ايوه، المسجد. هو انا بحب ان انا اعمل حاجات معلش يعني فيها. هتقول تاني، اه معلش اتفضل. بس عشان يعني انت شايف الناس يعني ده حتى كمان حاجة السجادة رهيبة لازم اجيبها بطريقتها، لان ما ينفعش ان انا احط حاجة مختلفة عن حاجة، كل حاجة لازم تبقى في مكانها، جبته بالدقة ازاي من جوه؟ لان ده كنت مفككه، لان انا ده ممكن افككه ده. ايوه يعني، بس قصدي الصورة الداخلية من المسجد كانت واصلة انك تقدر اه وصلاني، لان انا برضو هي ممارس الحياه مع الناس، مع هنا كلهم حبايبي هنا، فانا ممارس الموضوع نفسه، ايوه. وشايف ان هو الجامع دايما بيبقى فيه جواها ايه. اه لا بصراحة تسلم ايدك، حاجة شيء عبقري يعني. الله يخليك. الكنيسة بقى انت قلت لي ان هي معمولة بقالها 20 سنة تقريبا، اه تقريبا ايوه، دي لها 20 يعني سنه. اللي احنا شايفينها دي عمرها 20 سنة. اه دي كنيسه فيل، هديات نقدر نقول عليها مثلا، اللي هي حاجات اللي كانت بنرميها. اه حاجات دي بقى، الحاجات اللي احنا كنا بنرميها معمولة من اه الفيل. دي فيل، بس ديت انا مقتنيها، دي مش لاية للبيع، انا عملت كنايس قبل كده خشب وبعتها. لقيتها اه للبيت هنا دي تحفة. للبيت، لان دي تحفه، الاول شغل ليا اشتغلت فيه. بص تحس ان انت كمان ده كله نحت كانه في وتخش كمان الباب، تفتح الباب هنا تخش كمان جوه، تلاقي حضرتك كل التفاصيل فيها، الكنيسة كلها من جوه. كل التفاصيل، كراسي كله. بص جميلة. حضرتك خدت منك وقت قد ايه؟ وقت معنا هي ديت، دي خدت وقت جامد، لانها طبعا ديت انا كنت شغال بيها شغال بيها عن طريق ان انا كنت بسلي نفسي بيها شويه. دي كان ممكن تاخد لها ممكن 15 20 يوم. ده بص حضرتك كمان لو حابه ان انت تتفرجي من ايوه فوق هنا، يعني انا عامل لها كل حاجه اللي انت مثلا حابب ان انت تتفرج اشتغل فيها. ايوه يعني اللي عايز مثلا كنيسه منك او عايز مسجد في اعملها شهر له، رمضان تعمل اه يبقى تعمل. اعملها له، واعمل له بالطريقه اللي هو تعجبه هو، يعني ممكن واحد يطلب كبير، ممكن واحد يطلب صغير، يعني ده مطلوب كان صغير عشان كده عملته صغير. كل واحد على حسب اه على قدراته حسب بقى. امكانيه، على حسب دنيته ومكانه، يعني ده ممكن، يعني ممكن لو حد حابب اعمله له اكبر من كده اعمله له. ممكن حد يقول لك مثلا انا عايز شكل الكنيسه الاثريه تعملها له بالظبط. اه ان شاء الله يعملها له، لان انا الموضوع نفسه يعني هويه، هوي اكتر من ان انا باصص له ان انا مثلا هيبقى فيه ايراد الكلام ده كله، لان انا بقعد في حته نحت ممكن اقعد فيها 3 4 ايام اشتغل فيها. احكي لنا بقى حكايه الحنطور ده. الحنطور ده ويتعاد، ده مجسم كامل من الحنطور ده. بص الحنطور، بص شغله من تحت. الكنيسه. كلمني بقى عن الحنطور معانا. الحنطور ده حضرتك دويته برضو، مصنع برضو من نفس من الابلكاش، كله شغل ابلكاش. كله شغل اه ابلكاش. كله شغل ابلكاش. خد بصي معاك وقت قد ايه الحنطور؟ ده ممكن ياخد 5 ايام عشان الحنطور دويته كله. هجيب لك تمام كرسي حضرتك. تمام اتفضل. تمام، ده كله من الابلكاش. اه بس ده انا حاطه على قاعده اساس ان انت تعرف تشيليه، بس هو يتحرك من مكانه. يتحرك من مكانه عادي. اه العجل بيلف الكلام ده كله، ينفع برضه كأنه لعبة أطفال أو أنتيكة ينفع. في البيت وانتيكه في مثلا. البيت، في ناس بتاخده انتيكه في البيت. ده اللي قدامنا إيدي. ده دولاب اكسسوار. دولاب اكسسوار. اه يعني ممكن أحط فيه، البنات تحط فيه الميك اب ايوه، والحاجات وبرضه عندك بص دياتي، دي بتبقى عباره عن مرايه وبتتفتح. تمام، ده دولاب الاكسسوار. اه إيه تاني معانا النهارده؟ وعندنا دوته برضه حاجه زي كده، ده نحت برضه. ده نحت. اه يعني انت ممكن تجيب حته خشب وتنحت عليها تماثيل واشكال معينه. حته الفلانكه دياتي، دي حته خشب دياتي قديمه اساسا ونحت عليها.
الطريقة الطريقة قطع دي على بعضها كانت قطعة على بعضها او انتهى انت الانسان. قعدت ابصي حطهم. وعندك حاجات زي كده برضو، دي يعني الحاجات ممكن اللي بتقع نعمل من الشجر. حضرتك بصي شكلها برضو، خلي بالك ديتي برضو بيبقى في ناس جاية هنا بتحس ان في حاجة كده من الطبيعة بتاخدها برضو. تمام. دي عبارة عن ايه؟ ده كسر ازاز سكوريت. كسر ازاز. برضو يعني كان كان كسر مكسر وانا ملزقه اهو، نظام شكله جميل فازه. جدا، تحفة. وفي برضه حاجات تانية انا برضه بحب اقتني، مثلا الشغل التاني اللي هو احنا عايزين نشوف بقى السفينة بتاعتنا الجميلة دي. دي احنا نقدر نقول ان احنا في ورشتك هنا والمعرض بتاعك وكل حاجة. دي ورشتي ومعرضي. دي السفينة ديت برضه، دي لسه طبعا ديت كده هتشد برضه خيط. دي بتتحرك، بتتحرك. ايوه دي بتتحرك تحرك لنا ديات ورا. والبراميل دياتي دي معمولة كلها يدوي، معمولة يدوي. يعني انت كمان عامل السفينة بالبراميل بتاعتها، معمولة بالبراميل بالسلم. بالسلم كله تمام. ده الشراع بتاعها. ايوه صراحة يعني حاجة تحفة. انا هاول شغل السفن، لان السفن دياتي بالطريقه اللي انا بعملها كل يوم بطريقه جديده. عايز يعني تعملها بكذا شكل مختلف، مش لكن ده بص، شريط ده واحد شكل، يعني الشكل ده واحد. شكل في حضرتك تاني شكل تاني اهو. بص الشكل ده، بص الشكل في الشغل برضو نفس الفكره، برضو بتحرك دي. يعني كله ده نظام على خيط، ودي مشدوده خيط اخت واحد برضو اهو. يعني اشكال كتير من السفن. الحاجات دي لو احنا يعني حد هيشتريها منك بقى، يعني ممكن تبقى كام اسعارها؟ السفينه دياتي، السفينه دياتي تعمل 500. تعمل 500 جنيه لان دياتي فيها شجر، فيها تعب جامد طبعا. كل ما بتكبر كل ما بتاخد برضو شغل تاني. وفي حاجه تاني دياتي برضو، ممكن سفينه زي كده ممكن برضو نحط فيها صوره زي كده، صوره العذراء. وممكن برضو بعد كده لو حد طلبها ممكن احط صورته، ممكن يعني براحته. نهادي بيها حد، نهادي بيها حد ونحط الصوره في عيد بتاعته. ميلاد حد مثلا تعمل له، تحط له صورته. ايوه انا كده انا ماشي باي وضع مع الناس هنا، كل اللي بيجي بفكرته انا معاه فيها. يعني بصراحه حاجات تحفه جدا. ودي برضو خليك نظام بقى، ما انت دلوقتي متفرغ، مدير عجله برضو متفرغ للشغل، للتحف والحاجات الجميله اللي احنا شايفينها. انا دلوقتي انا متفرغ لها، لان انا اساسا لما حبيبها بشتغل فيها. يعني بص حتى حضرتك، يعني من غير القعده ومن غير اي حاجه. لكن في الاول حضرتك كنت بتشتغل سائق عادي. لا كنت سواق، كنت وكنت شغال باجي، فيها وكنت يعني. باجي برضو اكمل شغل هنا المطلوب. لكن دلوقتي اتفرغت لها، دلوقتي انا شغال فيها على طول، يعتبر 24 ساعه شغل. لان انا هنا لما اتفرغت لها حبيبها، كل يوم احب اجي اطلع حاجه جديده. انا حضرتك لسه العصايه ديت ما كملتش حاجه برضه، حضرتك حد طلبها مني العصايه دي. يعني دي براس اسد. ده جسم كامل اسد، هو جسم. الواحد يمسكها كده خد بالك، زي عصاية اللي احنا بنشوفها في المسلسلات الصعيدي. وده برضو عكاز نفس الكلام. بعمل بص، بعمل الحاجه اللي هي فيها شغل، وبعمل الحاجه اللي هي خفيفه برضو. يعني كل حاجه محاوله اخليها متاحه للزبون. نفسك في ايه؟ انا نفسي ان المشروع ده ويتي يتنمى، والمعرض ده بدل ما يبقى معرض صغير كده يبقى معرض كبير، ونشارك في المعرض. لان احنا بصراحه حابين نشارك في المعرض، لان الشغل ده ويتي خساره. كده في معرض ولا لسه؟ لا لسه 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 لحد الان ما فيش حد يعني طلب ان انا اشارك في معرض، بس انا حابب ان انا اشارك في معرض. انت بتتمنى ان انت تعرض شغلك ده في معارض والناس تشوف اكتر شغل؟ انا مش فارقه معايا مثلا ان انا، ان هو الموضوع نفسه حابب ان انا الشغل ده يطلع النور حبه. لما يطلع للناس، الناس هتشوف الشغل ده، ولما كل واحد بيمسك الشغل في ايده افضل من ان هو يشوفه بعينيه. لان الشغل ده ويتي بالذات ما يتقيم بالايد. يعني بصراحه شغل رائع جدا، تسلم ايدك. دي هنا المكنه اللي انت بتشتغل عليها صحيح؟ دي مكنه تركت. دي المكنه، انت بتيجي هنا على المكنه دي، شغلك كله على المكنه دي. ايوه بشتغل على المكنه. مش على المكنه. لا بشتغل في شغل بالمكنه ديت، وفي شغل برضه تاني على ايدي، يعني شغل النحت على الايد، لكن ده شغل التقطيع. التمثال اللي
اه زي التمثال ده، لكن بيتعمل على ايدك، مش محتاج مكنه. لا ده مش محتاج مكنه، لكن دويت ده قاعد في التقطيع مثلا، المركبه زي دياتي، العجله، ايوه حاجات كده اللي هو الشراع نفسه ده بيتقطع منها. يعني بص، المكنه دي لها شغل، والايد برضو لها شغل تاني. نتمنى ان انت توصل للمكانه اللي انت تستحقها، ونشوف لك معارض كبيره يعني داخل محافظه المنيا ان شاء الله قريبا. بشكر حضرتك جدا معانا. أعزائي المتابعين، يعني شفنا مع حضراتكم النهاردة سائق بيتحول لفنان مصري، يعني بيحول الخردة من الخشب والمخلفات لأعمال فنية ومجسمات. يعني النهاردة شفنا مع عم عاطف الحاجات الجميلة اللي بيعملها، كنيسة بقالها 20 سنة معمولة من الفل، زي ما انتم شايفين العبقرية في الصنع عامل ازاي حتى من الداخل، يعني الكنيسة بتفاصيلها كلها من الداخل، شيء يعني يستحق ان احنا ننبهر بشغله. وهنا المسجد كمان معمول بكل تفاصيله من الداخل ومن الخارج، كلها طبعا يعني حاجات يعني فنان، مش مجرد هاوي، يعني فنان مصري رائع جدا. قلت لي بقالك كام سنة في ال أنا بقالي في 25 سنة 25 سنة في الشغلانة دي. بس طبعا يعني من بداية الشغل، يعني بقاله 25 سنة في الشغلانة دي، حتى وهو كان بيشتغل قبل كده سائق، كان مع نفس الهواية، كان بيمارس نفس الهواية حتى، والآن هو متفرغ ليها بشكل كامل. شيء رائع، وشيء يعني زي ما انتم شايفين التفاصيل كلها اللي في السفينة، يعني معمولة بتفاصيلها حتى بالبراميل، بالسلم، بالشراع، النافورة الجميلة، النافورة المائية اللي احنا شايفينها دي بتنور، وكمان يعني انت مهتم قوي بالتفاصيل كلها. طب هي دلوقتي بتاخد المية ازاي؟ عملتها ازاي؟ ما ديت في موتور هنا رف، وده اللي هو يعتبر نسميه البير بتاعنا. حتى بص، خدت بالك لما انت تشوف الخرطوم اللي طالع، انت ما حدش بياخد ما حدش ياخد باله منه، لان انا بعامله كانه فرع شجره. فبتتعاد تاني، بتتعاد الميه على طول على نفس. اعزائي المتابعين، يعني كنا النهارده معاكم مع عم عاطف، يعني اشهر فنان داخل محافظه المنيا، بيحول الخرده والمخلفات لمجسمات رائعه زي ما انتم شفتوا معانا. يمكن اشياء بسيطه نقدر نعمل منها حاجات في منتهى الروعه، ممكن تنفع لعب اطفال، وممكن كمان تنفع انتيكه او تحفه في البيت، نقدر نزين بيها بيوتنا. شفتوا معانا المسجد، وشفتوا معانا الكنيسه، وشفتوا قد ايه المهاره والدقه في الاداء. انا كنت معاكم خلال اللايف من محافظه المنيا، وتحديدا من مركز دير مواس اقصى جنوب محافظه المنيا. بشكركم والى اللقاء.